محمد عثمان طرد الموسيقى العثمانية وحرر النغم المصري، يعني أوجد أربع أسس جديدة. طب إيه هي الأسس التركية اللي كانت موجودة وطردها محمد عثمان؟ نفاها، بطل يستخدمها. يعني الآلات التركية مثلا، أهم أساس من الأسس الأربعة الآلات الموسيقية اللي بتنفذ وتطبق الموسيقى، الآلات الموسيقية بتاعت البلد. نفى البوزق التركي، البوزق ده بدل العود بس الأصعب بتاعته الصغيرة، الرقبة رفيعة وطويلة شوية، يعني صوته أحد. أدام جسم الآلة الموسيقية صغر، صوت الآلة الموسيقية يحتد يبقى أحد. جاء بداله العود العربي والعود المصري اللي موجود دلوقتي، العود الكبير. السنطور التركي مشي، يعني محمد عثمان بطل يستخدمه وظهر بداله، واستقر القانون المصري اللي حجمه كبير أكبر اللي موجود دلوقتي. السنطور كان بالشواكيش كده على الأوتار، القانون بتاعنا بالريش في الصوابع مش بالشواكيش، يعني لا يطرق ينبر، نبر مش طرق. مشي التبل والدفوف والصنوج التركية وحلت محلها من الريف المصري، مستجلبة من الريف المصري الدف والرق والطبلة البلدي. وتشكل التخت المصري في زمن محمد عثمان 1840 بدل التخت التركي اللي معشش وموجود في كل مكان. يعني ايه تخت؟ التخت ده مكون من خمس عازفين، عازف ناي وعازف عود وعازف قانون وعازف كمانجا وعازف آلة الرق. هذا أو هذا التكوين هو تكوين الفرقة الموسيقية التي كانت تصاحب المطربين في ذلك الوقت. يبقى الآلات الموسيقية تبدلت. الآلات الموسيقية أساس، يبقى في تغيير جذري في الموسيقى المصرية. هل الآلات بس؟ لا، النغم الإيقاعات اتغيرت، كان في إيقاعات تركية في كل مكان، أقصاق داغر سماعي، أقصاق أسماء تركية كتير انتفت ورحلت الإيقاعات دي واستقرت إيقاعات جديدة خالص مصرية. زي ايه؟ زي الملفوف، زي المقسوم، زي المصمودي، زي الزفة، إلى آخره. الإيقاعات المصرية زي الأيوب، الإيقاعات المصرية استقرت والإيقاعات التركية رحلت، بطلوا يألفوا فيها. الإيقاعات، الآلات، المقامات كذلك.